يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حين استعمال الرقية للقرآن، استعمال الأدعية النبوية كذلك الزيت وماء زمزم، قل هل نعتقد أن الشفاء هو بذات كلام الله سبحانه أم أنه سبب والشفاء من الله؟ بلا شك الرقية سبب والشفاء من الله عز وجل، لا يجوز الاعتماد على الرقية بل يعتمد على الله. نعم، وهذا في جميع الأسباب لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. نعم.